خامس رئيس جمهورية سيبيريا الشقيقة الدكتور جوجو، سيد رئيس منتدى ميندايس، سيد والي صاحب الجلالة على جهة طنجة تطوان الحسيني، سيد عامل إقليم فحص طنجة، سيد رئيس الكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية، أصحاب المعالي السيدات والسادة الوزراء، اليوم لشعار من أزمات إلى أخرى نحو نظام جديد يعكس وعيا عميقا بدقة المرحلة وبحجم الصدمات وبتقل المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا كمسؤولين وكباحثين وكفاعلين اقتصاديين من خلال الإرادة القوية والعمل المشترك على صناعة مستقبل أحسن. لقد علمنا التاريخ أن زمن الأزمات يزول وينقضي مهما طال الوقت، وأن الأزمات قد تفقدنا أشياء كثيرة، ولكن نفس التاريخ يوصينا بأننا لا نفقد صوابنا وحكمتنا وبصيرتنا. Strong, applicable actions point that will take us on a guaranteed path to a more peaceful, secure, and a stable world. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, the basis of what we shall strive to achieve out of the 14 editions of this forum. نتواجد اليوم في افتتاح منتدى ميد دايز 2022، النسخة الرابعة عشر من المنتدى التي تقام هذه السنة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نسخة هذه السنة هي نسخة مميزة من عدة أصعدة ومن عدة لعدة أسباب. أولا هي نسخة تأتي بعد جائحة كورونا. ثانيا هي نسخة تأتي في ظرفية دولية جد معقدة ومتوترة تغلب عليها الحرب في أوكرانيا. وبالتالي كان موضوع هذه السنة موضوع يطرح نفسه بنفسه، وهو موضوع الأزمات وتأثير مدى تأثيرها على النظام الدولي الجديد أو الجديد القديم القديم الجديد. وبالتالي عدة أسئلة تنبثق من هذا المحور الأول الرئيسي، وهي أسئلة يمكن تلخيصها كالتالي: أولا، كيف تكون مساهمة بلدان أفريقيا في هذا النظام الدولي الجديد في ظل الأزمات؟ كيف يكون مدى اندماج البلدان الإفريقية في مواجهتها للتحديات الناتجة عن الأزمات؟ وثالثا، وهي كيف للمغرب أن يلعب دوره التاريخي، دوره المرجعي، دوره الرائد كما كان وكما حاليا في ظل ما يقع عالميا، وفي ضوء تمركز المغرب كبلد محوري جغرافيا ومهم سياسيا، وبالتالي مثل هذه الأسئلة تقدم هنا وتطرح وتناقش. ولمعالجة كل هذه القضايا ولوضع المشاركين أمام مسؤولياتهم كان يتوجب علينا أن نستدعي خبراء فاعلين اقتصاديين ومسؤولون سياسيين من القطاع العام على أعلى مستوى لتقصير المسافة بين المعلومة، بين الابتكار وبين متخذ القرار. هذا هو المبتغى لمنظمي ميد دايز ولمعهد أماديوس، وهذا هو شغل الشاغل للمعهد. واسمحوا لي أخيرا أن أصف لكم مدى تأثير هذا المنتدى حاليا عبر منتديات العالم. أصبح اليوم منتدى ميد دايز بمدينة طنجة، وهو نفتخر بذلك كثيرا، حاضر بقوة في أجندة المنتديات الدولية، ولعل الحضور المكثف لأزيد من 5000 مشارك، لأزيد من 250 متدخل، لأزيد من رئيسي دولة قادمون من 100 بلد مختلف، خير دليل على نجاح وصدى
وترسخ هذا المنتدى في الأجندة الدولية للمنتدى. Mesdames et messieurs, Middays est avant tout le forum du Sud. Un forum pour les Africains, par les Africains. Et c'est à travers ce prisme que nous devons regarder le monde qui vient. Que s'est-il passé depuis ces deux dernières années, depuis la dernière édition du forum du Sud? D'abord, une crise sanitaire, d'où un choc économique, qui ont tous les deux secoué à la fois nos économies, mais les différents paradigmes qui guidaient les autres. La prise de conscience a été globale. Toutefois, certaines leçons de cette pandémie sont spécifiques à l'Afrique. Et nous devons nous organiser nos chaînes de valeur, nos industries de transformation, de façon à ce que les pays africains produisent sur le continent les produits les plus essentiels à nos populations. La notion de souveraineté stratégique est désormais revisitée par tous nos partenaires, qu'ils soient asiatiques, européens ou américains. Honorable assistance, mesdames et messieurs, je suis ravi de participer à cette 14e édition du Forum Médèse, un événement qui, au fil des années, confirme son positionnement de rendez-vous continental et international incontournable, et d'espace de réflexion et de débat sur les sujets africains stratégiques et sur les perspectives de la coopération sur le sujet.